لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي. بداية أهلا وسهلا بك سيد أغا في نشرة الأخبار، وربما نحتاج أن نفهم أكثر عن إلغاء هذا الشرط بضرورة أو عدم ضرورة الإيداع النقدي لفتح اعتماد مستندي، تفضل. طبعا هذا الشرط كان في السابق، كان طبعا طلب المصارف التجارية عند فتح اعتمادات كانت تجبر على التجار أن يحضروا الأموال نقدا. نعم. بدلا طبعا حتى لو أن حسابات كانت دائنة ويعني تغطي هذه القيمة. ولكن ما حدث أن طبعا التاج لما كان يوفر في العملة الأجنبية، العملة بالدينار الليبي، كان يلجأ إلى السوق الموازي لشراء الدولار بالصكوك المصدقة، والتي هناك فرق بينه وبين الكاش حوالي دينار. نعم. لكي يوفر قيمة الاعتماد. طبعا هذه الإجراءات تزيد من معدل الطلب على شراء العملة في السوق الموازي. قرار سيد المحافظ رقم 181 بشأن إلغاء هذا الشرط طبعا قلل من معدل الطلب على هذه الصكوك المصدقة المقابلة من الأجنبية، مما لا تجعله انخفاض في سعر السوق، في سعر الدولار في السوق الموازي. نعم، في الاستماع اليك سيد اغا. ايوه سيد اغا، اذا كنت تسمعني الان. نعم. طيب سيد اغا، مثل هذا الاجراء الان وعدم الاشتراط بان تكون القيمه هي كاش وتكون ربما محموله باليد الى المصرف، الان على حسب قراركم الان بان اذا كانت القيمه تغطي في الحساب لا توجد مشكله الان. طيب ما هي المشكلة التي حلها مصرف ليبيا المركزي في هذا الموضوع؟ هل كان هنالك إشكالية من قبل التجار بالقدوم بالمبلغ ربما كاش إلى المصرف أم ماذا؟ هو طبعا الشرط هذا اللي تقوم به مصارف هو لكي توفر سيولة، هو كان يعمق من أزمة السيولة، لأن أصبح النقد الدينار الليبي الكاش أصبح سلعة تجارية يتاجر بها في السوق، كما أصبحت كما الحديث قلت انه هو يلجا انه يشتري دولار بسك مصدق ويبيع بسعر كاش باقل من سعر السوق باش يوفر دينار ليبي. طبعا هذا هو الاجراء حيلغي حيخفض من قيمه من الطلب على الدينار الليبي باعتبار ويعيد الثقه الى القطاع المصرفي بين التاجر وبين المصرف، لان لما يودع امواله يقدر يستفيد منها. لكن طبعا الان التاجر لديه اموال كاش في المصرف لن يذهب الى المصرف ليدعها الا مقابل اعتماد. نعم، شكرا جزيلا لك السيد رمزي الأغا رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي.